كولز اللي موجودة في الداخل. فمثلا هون ثلاثة، لو أخذت ريجسترد إذا أخذت الآن الريجسترد كار كولز ببين معي مثلا إنه هاي الكار في مسجل مثلا لها طلب هون فرضا وطلب هون وطلب هون، بصيرش يكون لها مسجل طلب هون مش هيك؟ ليش؟ لهاي الكار؟ لأنه هذا بيكسر واحدة من الرولز، ما بصيرش إنه يدخل باسنجر ويسجل طلب هون وهي الكار موجودة هون، معناها هو دخل بعد معناها هو في إذا هون في كسر للرول، إذا المفروض هذه هون تكون بي، راح أحط جنبها بي بي بي. هذا رح يعطيني فكرة عن عدد الكولز اللي مسجلة. شو كمان ممكن أحط غير الريجسترد كار كولز؟ الحمولة. هلا اللود ممكن يكون percentage load in kilograms أو طبعا عدد الكولز مش شرط يكون مساوي لعدد الناس في داخل الكار. واضح ليش؟ ليش؟ ممكن يكون اثنين سجلين هاي. نعم دكتور برينج سويتر، كيف كان يعرف الكار مش فل؟ انها الكار ايش؟ مش فل؟ يعني هلا هو طالع، لا هو ما كانش يعرف انها فل او مش فل، ما كان يعرف، هاي مشكلته. كان يعمل الوكيشن للاليفيتر فل اصلا. هلا اذا في اشاره جاي انه هذا فل لود ما راح يعمل الوكيشن، بس احنا مفترضين انه مش جاي اي اشاره عن الحموله، ما بيعرف قديش الحموله اللي فيها. يعني كان ممكن انه يضل واقف عند ناس وكل البيتر فل ما حدا يدخل، تمام. اذا كانه واصل فل لود، اذا واصل فل لود والفل لود شغال فيه، حتى ابسط المصاعد فيهم الفل لود ما راح يعمل الوكيشن. اذا في الفل لود فيتشر، الفل لود بس هي بوليان على فكره الفل لود، ايش يعني بتقول؟ انه زي هذا. هلا اذا راح يصير لو افرض ضايل في مكان لباسنجر واحد، شوف شو راح يصير. رح يروح على اول طلب، رح يطلع هذا اول باسنجر، رح يوصل الفول لود، لو حاول يدخل كمان باسنجر رح يقول له اوفر لود، رح يطلع يطلع. بس مجرد ما هذا صار فول لود ايش رح يصير فيه؟ رح يطلع من الرينج سيلكتر، هو اوتوماتيكيا رح يطلع من الرينج سيلكتر. اذا صار اي واحد من هذول فول لود معناها هذا الخط لانه هذا فول لود، رح يطلع من الجروب تماما اذا هو فول لود عبين ما يرجع يصير اندرلود. بس كمان ما هو يفرض طلع باسنجر رد رجع هو وان باسنجر، في تاخير كثير لانه في اللحظه اللي هو مش فول لود لو انه اقل بوان باسنجر رح يعمل له الوكيشن. هذا سيستم موجود كان بالثمانينات، موجود بالريليز، كانوا يستعملوه بالريلي، يستعملوا ريليز وسهل جدا يشبكوا، ولذلك كانوا يسموه رينج سيلكتر. طبعا بدائي جدا، بدائي جدا، بس كثير من العمارات كانت هيك شغاله بهي الطريقه.